تغطية هذا الحدث الذي يقام على شاطئ وادي المرسى جماعة تغرمت إقليم فحصنجرة بمناسبة موسم العنصرة الذي يصادف يوم 7 يوليوز، ودائبنا على تنظيمه كل سنة بحضور ساكنة الجماعة والجماعات المجاورة والعملات المجاورة وكذلك الجالية المغربية بالخارج، مما تعرف هذه المنطقة من مواقع سياحية استراتيجية شاطئية وجبلية مشهورة دوليا بمحمية جبل موسى وشاطئ باليونس. وهذا الموسم ينظم كل سنة اليوز، دائبنا على تنظيمه منذ قرون، ورثناه عن أجدادنا في تنظيمه بحضور عدد كبير من الفرق عسوة، ويأتون من عدة مناطق معينة لحضور هذا الموسم وتنظيم عروضهم العساوية، وكنشكر الجميع على الحضور. احنا كل عام كنجيو لهاد القرية واد المرسى، كما هي معروفة واد المرسى محافظة على التوس وهاد التقاليد البلاد، فسبعة في سبعة العنصرة كل عام كيحيوا هذا الموسم سنوي، وكيشوفوا هذه القرية معروفة بالسياح، كيشوفوا الناس داخل الوطن وخارج الوطن، الناس الداخل والناس الخارج كيشوفوا كل عام هذا القرية، وحنا محتفظين على هذا التراث العيساوي، نطلب الله من قرض إن شاء الله معنا الشباب معنا هذه، واللي كيحيوها الله يجازيهم بخير، وكانت مع سيدنا الله ينصره والله يحفظه والله يخلص تشوف قاصنا والله ينصر سيدنا، وهذه البلاد من طنجة القويرة الله يحفظها من العديان، الله يحفظها من الزنازين ويحفظها بيعمر ربي بالذاكرين ويعمر برجال الله، وهذه القرية معروفة واد المرسى معروفة كل عام كيعملوا هذا الموسم بالعنصرة معروفة. اليوم بمناسبة ذكرى ديال عنصرة كنحيوا التراث الجبلي التقليدي، التراث العيساوي الصوفي كما كتشوفوا، هذا تراث مغربي كنحافظوا عليه، التراث ديال الأجداد ديالنا كنحافظوا عليه، واليوم الحمد لله كما كتشوفوا المناسبة الدنيا عامرة هنايا، جبالة كيحيوا التراث هذا، وكنحيوا هذه القناة هذه اللي جات تزورنا اليوم، وكما كنقولوا هذه جمعية عيساوة حيدرة كتواجد معكم في المنطقة الشمالية جهة طنجة تطوان الحسيمة، وكنمشيو لمكناس الموسم ديال الشيخ الكامل، وكنحيوا الذكرى دائما في كل مناسبة كنكونوا حاضرين وحاضرين معكم في جميع الأفراح المناسبات، التراث هذا كنحيوه في أي قنت أي بلاصة كيعيطوا علينا، في وادلا وفي قصر الصغير في جماعة تغرامت في طنجة أصيلة العرايش النواحي ديال الشمال كاملة. كنجيو لهاد القرية السياحية واد مرسى كل عام 7 في شهر 7 كتكون العنصرة وأجواء يا سلام، كنجيو مع العائلة ديالنا والحباب، وكل عام تبارك الله حنا كنجيو لهنايا هادشي ما شاء الله، كنحيو التراث المغربي، التراث المغربي راه باين ومعروف عيساوة الدقة ما شاء الله عليهم، ومرحبا بكم كل عام 7 في شهر 7 أجيو مرحبا بكم. أنا زيد مسبتة وهذا الشيء هذا عجبني طالموي بيان زعما باش نقول لكم هذا الشيء ظريف وغزال ومزيون فهمتيني، وهذا إن شاء الله غنعاودوا العام اللي مازي إن شاء الله بركي هذا الشيء زاني جميل مي بونيتو زعما فهمتيني الله يا ودي كل شيء مزيان زعما ساتوضو بيان الله العظيم زعما هذا الشيء باش نقول لك عجيب صابيان لا زاد مزيونه زعما المنطقه غزاله والله العظيم فهمتيني طودو كل شيء مزيان زعما هنايا كيف الماكله ديالهم كيف الناس كيف اسمه شنو نقول لك رحموا بينا وهادي زعما الله يرحم والديهم كل شيء زعما مزيان الله. انا جيت من طنجه دائما كنجي لهذا البحر هذا كيعجبني واد المرسى، وبالمناسبه اليوم جبرنا عيساوه واحد المنظر واو رائع، واش غنقول لكم نتمنى اي واحد يجي لنا هنايا غادي يعجبو الحالو بزاف والله، ومرحبا بكم عندنا. وكتشوف جبل موسى قبالتك وجبل طار والبحر غزال والبحر نقيقي وناس في المستوى، وش غنقول لك هنا الدنيا مزيونه بزاف بزاف، ومرحبا بكم عندنا ان شاء الله.